شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبت. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ودالوية أنس بن مالك ودالواتي أهرن أدوهيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي إسقلفل ما ديغو بيكال النونه كوريفس نومي نومي أدي هدو دونكو لاغي بيكال النونه غدا مشي كوليفس نومي نومي إكاليغ فانوغ إستاريكولاكي مولين بولي أدي مولين فان إستاريكوليفس نونه الله إكاليغ فان نبي كماغن فنو ووي عمر فرون ساليس أهرغي دم مكاغا ديه أهرهن نبي ادی مدینہ گا وس دیہ ہرمے اللہ اکلے گے فانو گے فرانہ فلو گندوی عمر فلون فاستولس ہرگے اکلے گے فانو گے استر فلا تمبل فلو گا 20 سکن نور وس نہن نانے